احنا هبل وهم عندهم تناحة هطل، يعني في تكملة. تناحة مع هطل تدي صوبيا. كل ما تيجي تسألي مهما اختلف نوع الراجل وشكله وثقافته وسنه وكل حاجة، في أي لحظة بتفكر في ايه دلوقتي يقولك ولا حاجة. انتي اسمك، انتي انتي مين، انتي انتي فين، اقعدي كده ساعة ما بتعمليش اي حاجة، لو قدرتي تعملي ده ساعة تبقى يعني معجزة. ولو جوزني دخل علينا واحد نعمل ها دخلي معاكي هيعمل فينا ايه بقى؟ دخليه معاكي يا اما يطردك يا حاجة. نفسنا من الاحد الى الخميس في 9 مساء على القاهرة والناس، اهلا بكم في العاصمة.